كابتن توفيق، مفاجأة بالنسبة لي طاقم تحكيم أجنبي لنهاية كأس الرابطة، خاصة ما فيش أهلي وزمالك. صحيح. ودايما احنا متعودين طاقم تحكيم أجنبي في مباراة الأهلي والزمالك. يعني خلينا نتفق على شيء مهم جدا، إن طبعا أكيد ده حصل بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي تنسيق مفترض إنه في تنسيق مع لجنة الحكام الرئاسية. كل الاحترام والتقدير للبطولة طبعا، لكن احنا عايزين نقلل وجود الحكم الاجنبي وكل وجود الحكم الاجنبي في مصر. اعتقد انه لابد انه يقل الفتره اللي جايه دي. يعني هتلاقي انت بتفتح الباب وبتفتح المجال على مصراعيه زي ما بيقولوا، كله هيبقى عايز كل بالظبط كده. فانا بشوف طبعا مباراه نهائي رابطه الانديه المحترفه هو مباراه محترمه، مباراه كبيره او البطوله، لكن انا في اعتقادي الشخصي ان التحكيم المصري هو أضر على مدار البطولة كلها، كان بطاقم تحكيم مصرية. فأعتقد كان الأولى أو كان الأفضل أن طاقم تحكيم مصري، برضو عندنا حكام على أعلى مستوى من الكفاءة الحقيقة، وحكام كلهم حكام محترمين، كان يعني أنا شخصيا كنت بتمنى أن يدير المباراة النهائية طاقم تحكيم مصري، خصوصا أن يعني المباراة زي ما حضرتك قلت ما فيهاش أهلي ما فيهاش زمالك ما فيهاش حتة عصبية أو جماهيرية أو حاجات من هذا القبيل. يعني لا غزم طبعا فريق جماهير كبير، بس طبعا لا بس احنا بنتكلم ان دايما الأهلي والزمالك هم بالظبط كم أجانب. بالظبط بالظبط. لا احنا شفنا الماتش اللي فات مباراة برضو الكاس كان الأهلي وبيراميدز، تم استخدام حكام أجانب. صحيح صحيح مفهوم.